تقريبا حسب الاحصاء ديال الوزاره 58 مركز ديال التفتح في المغرب. الا افترضنا 30 او نقولوا غير 20 اطار في كل مركز، معنا رحنا في 120، رحنا في 200 300، ما كاينش اطار قانوني نهائيا. اكثر من ذلك حتى الاطر الاداريه، كتلاحظ بان الاطر الاداريه ديال المغرب كامل لا الفئه ديال الاسناديين ولا المسلكيين استفدوا من تغيير الاطار المتصرف، وداز ترقيه 2021 و2022. الاطر الاداريه ديال مراكز التفتح لواحد انا منهم وديال المغرب كامل ما كيستافدوش من التعويضات اصلا ديال الاطار الاداري، يعني كتعطى لهم الاجره ديال الاستاذ، ثم تطلب منهم مهام ديال العمل خلال العطل وليلا ونهارا الى اخره. وبالتالي كيفاش هاد المهام الاداريه تؤدى بدون تعويضات؟ اذا هنا كنجبروا بان بغض النظر دابا باش على التفتح الفني، كنجبروا بان واحد الحصيله ديال الاحتقان، واحد الحصيله ديال التراجعات، واحد الحصيله ديال عدم تلبيه هاد المطالب هي اللي جمعت هاد الاحتقان هذا، واللي ما جاوبش عليه النظام الاساسي في الوقت اللي وزارات اخرى تغدق على قطاعات اخرى بانظمه اساسيه سخيه. النظام الاساسي ديالنا لم يسر في اتجاه منطق التحفيز الذي سبق ان وعد به الوزاره. الاساتذه لم يجدوا اي نقطه تحفيزيه، بل وجدوا في المقابل ذلك عدد من البنود داخل النظام الاساسي فيها عقوبات ضدهم تتوعدهم بمجموعه من العقوبات غير مسبوقه في قطاع التعليم. مثلا نعطيك انا التوقيف لمده شهر، واحد يعني العقوبات اللي كانت قبل كانت قليله، دابا صنف النظام الاساسي واحد مجموعه ديال الاخطاء الاداريه جديده اللي هي اصلا اضيفت في المهام، يعني مهام جديده ضافت النظام الاساسي في حال عدم القيام بها يرتب مجموعه من العقوبات. فهنا كيقولوا الفئه ديال 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 اسره التعليم كامله، كيفاش كترتب عقوبه وانت رتبتي مهام جديده بدون تحفيز، بدون توافق؟ بمعنى النظام الاساسي خرج في ليل، يعني نقولوا خرج صيفا، كيفاش هذا الامر هذا بدون توافق ديال اسره التعليم؟